الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة وبمناسبة تخليد ذكرى عيد الاستقلال، فإن الجمعية الرياضية الحسنية بوخنادل تنظم حفلا بهذه المناسبة، هذا الحفل الذي سنتبع أطواره فيما بعد. الآن أطلب من الجميع أن نقف وقفة إجلال للنشيد الوطني. نربط زمنا جميلا بالحاضر لنبني المستقبل ولكي ينشأ البراعم نشأة كروية هائلة في ونكون نشارك في هذه النهضة الكروية التي يتزعمها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أيها الإخوة الأفاضل، الآن قبل أن نبدأ فإنني أطلب من السيد كمال حجاجي أن يتقدم إلى المنصة ليتناول كلمة بهذه المناسبة يرحب بها بالحاضرين جميعا في هذه المناسبة الغالية، وهي مناسبتين: مناسبة عيد المسيرة المضفرة وإحياء للذكرى التي سنستقبلها في 18 من نوفمبر، وهي ذكرى وعيد الاستقلال المجيد. فليتفضل السيد كمال حجاجي. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس الجامعة، السيد قائد الدرك الملكي، أيها الحضور الكريم، أصالة عن نفسي وعن كافة أعضاء الجمعية الرياضية الحسنية وتخليدا للذكرى 48 للمسيرة الخضراء المضفرة واحتفاء بعيد استقلال المجيد، هاتان المناسبتان الغاليتان اللتان يسجلان القوة والتحام الشعب المغربي وراء ملوك الدولة العلوية الشريفة. يسعدنا اليوم أن نقيم هذا الحفل الذي نرى من خلاله ربط الماضي بالحاضر لبناء المستقبل. فماضينا اليوم هو هذه التلة من الرياضيين، نجوم قدماء فريق الجيش الملكي في الزمن الجميل، وقدماء لاعبي الجمعية الرياضية الحسنية، ومستقبلنا في المواهب التي تتلقى تكوينا رياضيا من مدرسة الجمعية الرياضية الحسنية. آمليني أن يحقق هذا الحفل أهدافه المنشودة، وعلى رأسها تخليد الذكريات الجميلة لوطننا العزيز بقيادة ملكنا جلالة الملك محمد السادس نصره الله أدام عزه ونصره. وختاما نشكركم على تلبية الدعوة، فهي شرف لنا وحافز لتحقيق أهداف الجمعية المتوخاة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلمة طيبة للسيد ممثل ديال الجمعية الرياضية، لا بأس الجمعية الرياضية الحسنية، لا بأس أن نذكر بالأسماء التي حضرت معنا. هذه أسماء ديال الزمن الجميل، واسمحوا لي شي وحدي بلا ما تقصدها. معنا الفنان الكبير المبدع هدام عبد الله صفيقة، ومعنا كذلك اللاعب الذي يعرفه الجميع لما يكون في المنتخب الوطني فاضلي حمو، اللاعب لاعب الزمن الجميل دحان، لاعب كذلك من اللاعب
اللاعبين الكبار الذين رسموا على حياتهم الكروية شيشة محمد. نستقبل ونصفق على حمودي عبد الرحيم. نصفق كذلك على اللوزي بوشعيب. أمين قبعي. سعد بن صغير، زهر عبد الرحيم، كاش عبد الغني، نضال عبد الله، صندوق العلوي او العلوي العلوي علي، العزوزي حميد، نولي وما ادراك نولي، كذلك ويوي الحاج كريم، الحاج عبد اللطيف بادين زايد عبد السلام، عصر حسان، هذه الاختوي، كل هؤلاء نجوم فريق الجيش الملكي في الزمن الحاضر، نزير الدار، فريق الحسن ديال I'm going to go to the hospital.